بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا ابصرت عيناي باحه داري حب الحسين هويتي وشعاري كلما صليت هذه الصلاه رايت بان مشكلتي تحل بسهوله وقضاء الحاجه يكون مستعجلا غير آجل. وهذه الصلاة هي صلاة ليلة الجمعة لصاحب الزمان الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. هذه الصلاة التي ثابر وما زال يثابر عليها أعاظم وسلاطين علماء الشيعة والموالين لأن الإمام المهدي المنتظر عليه السلام بنص العبارة: يقول من صلى هذه الصلاه بعد منتصف الليل بعد الاغتسال بغسل الطهاره في ليله الجمعه فان الله سبحانه وتعالى يقضي حاجته البته اي قطعا باذن الله تعالى فما عليك الا ان تثق بصاحب الزمان سلام الله عليه وتثق بقوله فما خاب من تمسك به وامن من لجا اليه كثير من الاخوه والاخوات يقولون بان الاغتسال بعد منتصف الليل ربما يكون غير ممكن ولكن من شروط صحه الصلاه كما قال مولانا الامام المهدي المنتظر عليه السلام بان يكون الاغتسال بعد منتصف الليل وان شاء الله قدر الامكان اعملوا على ذلك بأنك تغتسل بعد منتصف الليل، ثم تتوجه إلى الصلاة. طبعاً الصلاة سوف نضعها في صندوق الوصف، وكما تعرفون بأن صندوق الوصف أين مكانه؟ عندما تضغطون على العنوان، عنوان المقطع الفيديوي سوف يظهر لديكم صندوق الوصف. وكذلك بعض الأخوات والأخوة يسألون ما معنى بان تسبح سبعا سبح سبعا ما معنى هو التسبيح بان تسبح الله سبعا سبعا هو انك تقول في حاله الركوع سبع مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وفي حاله السجود ان تقول سبع مرات سبحان ربي الاعلى وبحمده هذه الصلاه مجربه جدا جدا وصراحه كثيرا ما اعول عليها في قضاء الحاجات كثيره هي الاذكار وكثيره هي الصلوات ولكن هذه الصلاه يعني ماذا اقول لا تثني حاجتك ابدا ان شاء الله من اول مره ترى البشارات من قبل صاحب الزمان سلام الله عليه سوف نضعه يعني نضع هذه الصلاه في صندوق الوصف وفي خدمتكم ان شاء الله برنامج صباحات ولائيه امين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام